يوم الحد اجتماع مهم جدا، بعديه في مؤتمر صحفي هيحضره وزير الاعلام، وزير الشباب والرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الكره الاستاذ عمرو الجنايه. هذا الاجتماع هيتم فيه عرض تفاصيل العوده للملاعب وكيفيه نقل المباريات، الترتيبات الاحترازيه اللي هتحصل، اتحاد الكره الخطه اللي حاططها ايه مع العوده باذن الله في النصف الثاني من يونيو، العوده للتدريبات في الملاعب حسب ما هيتم الاعلان عنه. لكن ده يقول ايه؟ انه فيه رغبه حقيقيه في العوده. واتمنى انه بعض الناس في اتحاد الكوره يشيلوا النادي الاهلي من دماغهم شويه. ارجوكم. مش كل كلمه، وعلى فكره بلاش الناس تروح للاستاذ عمرو الجنايني كواحد معلن انتمائه للزمالك او زمالك، لا ربما كان عمرو الجناني اقل تحملا على الاهلي من اللي بيحصل على الترابيزه، ونتمنى ان احنا ما نتكلمش في الجزئيه دي بعد كده بوضوح اكتر، لان في ناس عليها مسؤوليه اخلاقيه كمان قبل ما تكون مسؤوليه انتماءات او غيره. هي الفكره مش كل واحد يطلع يقول لك هو الاهلي اللي هيمشينا على مزاجه في الاتحاد. يا عم الاهلي مش هيمشيك على مزاجه، الاهلي بيطالب بحقوق طبيعيه. انت هترجع زي ما المهندس عادل قال، وقت ما ترجع استكمل الموسم. هو انت ليه معتبر ان في تحدي بينك وبين الاهلي؟ بالظبط. انت حطيت نظام والاهلي مشي عليه، انت حطيت طريقه للشكوى والاهلي مشي العالم عليه، العالم كله رجع. انا بلجا لك وانت ما تردش عليا، فين التحدي؟ ما تمشيش على مزاجي، امشي على مزاج النظام اللي انت حاطه يا اخي. بالظبط. هترجع يقول لك ايه؟ طب ما نرجع نلعب الكاس بس. ليه؟ طب ليه تلعب الكاس؟ على لسان، عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الكاس هيساعدك في تنفيذ موضوع تقليص عدد عاديه الجمعيه العموميه اللي انت التزمت بيها او كلفت بيها من الاتحاد الدولي وما عملتهاش، فعايز تلحق قبل ما تمشي في شهر 7. رقم 2، علشان عوائد الكاس ليك انت مش للانديه. والعب الدوري والكاس خلاص. طيب ما تلعب دوري وتلعب كاس. ما انت السنه اللي فاتت كان عندنا بطوله الامم الافريقيه هنا ولعبنا الدوري بعد 7. ايه المشكله؟ على فكره احنا لو الدوره الاولمبيه كانت واقفه كان زماننا في ايقاف رسمي. وبعدين تسمع بقى، اصل المنتخب عنده ارتباطات في الموسم الجديد. طب ومن امتى المنتخب ما كانش عنده ارتباطات؟ اسمح لي بقى، هات لي سنه خاليه من الارتباطات. الحته دي يا استاذ ابراهيم، اه مش جبنا سيره المنتخب؟ اه